حبيبي ليش ما علقت لي على الصورة اللي نزلتها؟ ليه ما علقت لي على الصورة اللي نزلتها؟ لك حبيبتي أنا مو على الفيس، أنا عم بشوف البورصة شو أخبارها. صورة نزلتها. أرجيني لك لا 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 محادثات لا بس تشوف. لك أنا محادثات الله وكيلك البورصة هيك إشعار. حياتي. بتعرفي شو عم فكر؟ شو عم تفكر؟ عم فكر الأتومي تشلحي ثيابك تلبسي أواعي جداد الحلوين ونروح أزمك على العشاء برا. تقدمي على العشاء؟ إيه. منروح نتعشى، وين ما نتعشى؟ وين ما بدك يا عمري؟ تاكلي سجقات ومقادي وين شغلات؟ بلسانة؟ لا لا ما جعبالي. ما بتحبيها؟ بحبها بس ما جعبالي. شو بدك بيتزا ما بيتزا هيك بخمس؟ جعبالي اكل سوشي. شو هاد؟ سوشي. الو؟ احترامي السيدي. ايه ابو حدو معك. السيدي عزوز لساته بالمكتب. لا سيدي لا لساته قاعد. سيدي انا عم اراقب منيح. سيدي بس اللي طلب عنكم لا تاخروا الله يرضى عليك سيدي. حاضر حاضر انا هون عم اراقب منيح. ماشي سيدي ماشي. احترامي احترامي. انا بورجيك يا عزوز الكلب. ابو طارق انا مليت خيو مليت. كانوا الجماعه فاسد البيع معهم ما عاد بدي هالشغله. اخي طول بالك شوي. 10 دقايق وجو الغايب ازر معهم نقعد نحكي انا وياك نستنى بناخذ نعطي مثل العاده شبنا. عمي انا رايح وبس اجوا الجماعه خبرني في شيء. خليك مكانك ولاد. لا ما شوفي خلص خلص عزوز بس انت تروح لعندهم ببقى انا بزورك وبجيب لك حلاوه معي. قلت لي حلاوه يا ابو طارق الندل ولك بس الندل يضل طول عمره ندل والابضاي يضل طول عمره ابضاي وباب السجن بعمره ما سكر على حدا الا ما ارجع لك يا ابو طارق الندل ومتواجه يا ابو طارق. امشي معي ولا شو اخذوه على بيت خالته؟ لا اخذوه على بيت عمته. الله يوصل فيك يا عزوز النس. لأيمت يا عبير بدك تضلي قاعدة وعم تنتظري مثل الجد بل حتى تتخرج ويكبر همك؟ بشو هالبنات اللي عم يتجوزوا أحسن مني؟ الله يبعث لي ابن الحلال اللي بيستاهلني يا رب. احترامي سيدي. ابو حدو وينك انت؟ سيدي انا بالمحل وعم انتظر اوامركم. قوم احمل حالك وتعال المخفر مشان تطلع مع الدورية على المزرعة يلي عم تقول موجود فيها ابنك حدو. يلا ماشي سيدي. بس سيدي عزوز ما اعترف انه هو برا خطف حدو؟ هلا مو وقت الحكي. 5 دقايق بتكون موجود عندي هون. يلا ابرك سيدي. حاضر سيدي حاضر سيدي.